بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي ومشاهدات بوابة النهضة للأمة التشادية حيثما كنتم، أهلا وسهلا بكم. اليوم لدينا ضيف عزيز علينا جميعا، قدم من مصر العربية وسجل لنا زيارة رسمية هنا بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة لمقر بوابة النهضة للأمة التشادية. شكرا جزيلا له وله منا كل الشكر والعرفان، ويسعدنا نحن هنا في بوابة النهضة للأمة التشادية أن نجري معه لقاء ومقابلة حتى نسلط الضوء على ضيفنا وحتى نتناقش معه في إنجازاته التي قام بها في خدمة الوطن والمواطنين في جمهورية تشاد وعبر علاقاته الممتازة في مصر. ضيفنا الليلة هو الأستاذ هارون جنية أبو تيس، مفوض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد لدى مصر العربية، وهو المفوض للنقاش والحوار كذلك مع الأزهر الشريف، بل أستطيع أن أقول أنه هو يعني حلقة الوصل بين الأزهر الشريف وجمهورية تشاد، وقام بعدة قوافل طبية. مؤخرا كانت القافلة التي كانت في أبشة في تشاد واستفاد منها المواطنين والمواطنات على حد سواء. أستاذ هارون، أهلا وسهلا بك في بوابة النهضة التشادية. أولا أشكركم على هذا اللقاء الجميل في هذه البوابة العظيمة الذي وفرت الإعلام ووصلت صوت المواطن التشادي أينما حل في بيته وفي مكانه، واشتهرت في العالم كله. فلذلك أن هذه البوابة، قبل أن أدخل وقبل أن أعرف بنفسي، لي الشرف العظيم أنني زرت هذه البوابة من الشباب التشادي المتطوعين من أجل الوطن، شباب عرفوا بتقديم للوطن، شباب لا يهمهم إلا مصلحة الوطن والمواطن التشادي. فهذه الشباب يجب علينا ويجب على كل مسؤول يأتي هذه البلدان، سواء الرئيس أو مرؤوس، أن يزور هذا الشباب، وذلك تشجيعا لهم في هذا العمل. الكل منا يحاول ما يستطيع أن يقدم لهذه البوابة، هي بوابة النهضة التي قدمت العديد في خدمة الوطن وخصوصا في الجانب الإعلامي. ما من بيت وما من أحد تشادي في الخارج ليس لديه مثلا وسائل الإعلام إلا ويجد وسيلة الإعلام هي بوابة النهضة. فلذلك يجب علينا أن نقوم بزيارتها، ويجب علينا أن نتعرف بأشخاصها ومن هم. أنا ظننت أن هذه البوابة لديها استوديو ولديها استثمارات ولديها الأشخاص موظفين، ولذلك ولما زرتهم وجدتهم شباب تشادي متطوع بسيط يقدم لوطنه ولا يرجى شكرا من أحد. فلذلك وجب علي بعد زيارتي إلى مكة أن أزور جدة من أجل أن أقابلهم. وكما علمت أن الشباب هم 6 أشخاص فقط مجزئين في الإدارة، فمنهم عبد الباسط أنجرامات هو المدير العام، محمد يوسف زيني مدير التغطية الإعلامية، محمد مصطفى محمد مستشار وكاميرمان، أمينة غاري أبا المدير الإدارية والبرامج، عزيزة آدم العقيد الأمينة العامة، جويرية حواء سليمان مستشارة. فكيف ب6 أشخاص قدموا هذا الكم من الإعلام وقاموا بإيصال الرسالة للشعب التشادي؟ فكيف بنا 12 مليون لو كل واحد منا بدأ نقطة وحيدة في خدمة الوطن لكان الوطن مما ينبغي أن يكون، كما تتوقع كما توعدنا الحكومة أو يعدون أصحاب الرأي أننا في 2020-2030 هنكون نحن من البلاد المتقدمة والمتطورة. فلذلك أولا أقدم الشكر لكم الجزيل، وأسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يكون هذا في ميزان حسناتكم. ثم أنتقل للنقطة الثانية، وهي كما طلب مني الأخ أن أعرفكم بنفسي. أنا اسمي هارون جنية أبو تيس، مفوض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد لدى جمهورية مصر العربية. وفعلا من تجربتي الخاصة قمت بالعديد من الخدمات للشعب التشادي والمواطن التشادي، في حين كما كنت في نفس مسيرهم أني متطوع في هذا العمل، وأحاول بقدر الإمكان أن أدخل السرور في قلوب التشاديين وخصوصا المرضى منهم والضعفاء والفقراء. فلذلك فعلا أنا قمت سابقا بعدة أشياء منذ ما كنت مفوضا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية. كنت في العام الماضي ذهبت بقافلة طبية، وهذه القافلة
تعالج فيها 7,000 مريض، وكانت في مركز الملك فيصل، ومن 7,000 منهم 101 عملية، وكانت القافلة مصحوبة بقافلة إغاثية، فكانت وصلت أيدي فاعلي الخير، ونحن كنا سببا فيها، إلى 700 عائلة. ثم كانت مصحوبة بحفر الآبار، وكانت وفي ذاك الوقت حفرنا 10 آبار. ثم تتالت الخدمات وتتالت التواصل ما بين الشعب المصري الكريم وشعب التشادي، وكنا همزة وصل. فقمنا بإرسال كتب معاهد أزهرية، هي تتحمل 350 كرتونة وفيها 2000 مصحف. وكذلك قمنا بزيادة حفر الآبار حتى وصلت إلى 21 أبيرا. ثم استمرينا في هذا، وكنا شاركنا في مؤتمرات عديدة، منها مؤتمر الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء العالمية، فكنا عضو فيها في من المؤسسين الخمسة. وكنا في اللحظة الأخيرة كما قلت لي أيها الأخ الكريم، قمنا بقافلة طبية إغاثية، وهذه القافلة مهمة جدا، واستهدفت مواطني دار وداي، يعني منطقة محافظة أبشق. فكانت هذه القافلة شيء هو يعني أقول لك هو يعني توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. بدأت القافلة بطلب، طلبت من شيخ الأزهر أن الشعب التشادي في حوجة إلى قافلة طبية، فوافق شيخ الأزهر. ثم بدأنا الإجراءات مع الموظفين حتى قامت القافلة، وأنا لا أتخيل هذا أن يكون. تواصلت مع وزارة الصحة، ثم أخيرا كنت مع مؤسسة القلب الكبيرة اللي هي تترأسها سيدة البلاد الأولى هند ديبي أتنو، المرة العظيمة التي كانت تقدم العديد من الخدمات للشعب التشادي. فبدأت القافلة، وبدأنا بالسفر بالقافلة وتجهيزاتها. فكانت القافلة 33 طبيبا. ثم ده لما كنا نذهب إلى العاصمة، فكانت الدكاترة لهم مشغالياتهم، لهم مكانتهم، لهم كذا، فقدرنا الظروف. ثم حولنا هذه القافلة إلى أبشة للحوجة هناك، فهي كما سمعت المواطنين والمسؤولين هناك يقولون هي أول قافلة في تاريخ أبشة تصل بهذا الكم. وهذه القوافل منذ ما بدأت، أول القوافل من تاريخ الأزهر الشريف، من بداية تاريخ الأزهر الشريف مع تشاد من زمن المماليك حتى الآن، هذه بداية القوافل التي بدأت الآن رسميا مع الأزهر الشريف. فالقافلة الحمد لله رب العالمين وصلت إلى أبشة، إلى مطار جمينة، ثم بالطائرة إلى مطار أبشة، ثم بدأت العمل. فخلال هذه القافلة الحمد لله رب العالمين تعالج فيها 13,000 مريض، منها 300 عملية. وكان عدد القافلة كان 24 طبيبا، وأنا معهم يعني 25، ولدينا من الدواء 3.5 أطنان من الدواء، والأجهزة بتاع العمليات، وهذا شيء قليل جدا لعطاء الشعب المصري. الشعب المصري شعب معطاء ويعطي، ولكن يريد من هو من المواطن التشادي فقط يفكر ويسأل ويقدم القليل منه، بسيط جدا ما نقدمه. فقط أنا بدأت بالإجراءات فعلا من حسابي الخاص، مواصلات الخاصة، ولكن لما نزلت القافلة تشاد وتعالج الناس نسيت كل أتعابي. نريد كل شباب في الخارج زي ما أنتوا تقدموا الآن الإعلام، هذا الإعلام الرسمي، هذا الإعلام التي كنا يعني ما كنا نحلم به، يعني سابقة من سابقات الشعب التشادي من بداية تأسيس الدولة حتى الآن. أنا شباب تشاديين وفي القربة ومتطوعين، ويشوفوا يعملوا كاميرا ويوصلوا الصوت للمواطن التشادي في أي مكان، ويوعوا الناس بكون تشاد لها إعلاميين، والله هذه ما حصلت في تاريخنا. فلذلك نرجو ونقدم نداء خاص، لماذا حكامنا، لماذا مسائلنا، لماذا وزراؤنا، لماذا هذه الأسئلة كلها تقدم لهم، لماذا لا تسألون عن هذا الناس في كل العالم وفي كل الدول، يعني تسأل عن الناس المفكرين والمبتكرين والمواهب لكي تنميها. نحن لدينا مواهب، لدينا ناس مخلصين للوطن، لدينا. نحن لو قلنا مثلا الآن واحد بيتكلم مثلا عن معارضة، فقلنا له أنت معارض، نحن لا نريد معارضة في هذا الزمان، نحن نريد دولة مستقرة آمنة حتى وإن كنا بسطاء. ولكن هو يقول، هو بيقدم لك الخير،
وهو ليس معارضا، وهو فقط ما تقوله أنت بيقدم لك. هذا يعني أنا أتعجب جدا، لماذا لا تحتويهم؟ لماذا لا يكون جزء منهم يعني في السفارة، في على الأقل في القنصلية في جدة، في حد معروف يغطوا لهم التغطية، السفارة تستعين بهم، الجالية تستعين بهم، يكون لهم شأن رسمي يمشوا عليه. لماذا؟ أنا أسأل نفسي لماذا 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 لماذا؟ وأظن هذا ليس يعني من القيادة العليا، أن توجيهات رئيس الجمهورية للشعب التشادي أن يكون شعب حر ونزيه، وشعب يعطي عليه واجبات وحقوق. هذا رئيس الجمهورية الذي يريده، يريد تنمية البلد وإنقاذ البلد مما هي فيه. ولكن أنا أظن هذا التقصير من الناس الذي يحولون بيننا وبين رئيس الجمهورية. فأقدم هذا النداء للسيد رئيس الجمهورية، نحن مستعدون كشباب تعلمنا في الخارج ولدينا علاقات جيدة في جميع كل منا أثبت وجوده، وخير مثال النهضة، بوابة النهضة اللي موجودة في السعودية، وخير مثال مفوضكم في مصر، حيث يسمع مننا ويصدق فينا ونؤمن من غير بلادنا. فلماذا لا تؤمننا بلدنا؟ ولماذا لا تقدم لنا ما نريد أن تقديمه؟ نحن لم نطلب شيئا لأنفسنا، بل نطلب للشعب التشادي، بل نوصل رسالتنا للمواطنين التشاديين أينما حلوا. فالمواطن التشادي هو مواطن تشادي، ونفتخر نحن تشاديون. ثم أقدم الرسالة الثانية لسيدة البلاد الأولى، مع أن بوابة النهضة فيها جزء من البنات، فها هي بناتك يا سيدة البلاد الأولى، وها هم أبنائك يقدمون للوطن بغير مقابل، لا موظفين ولا وليس الآن سنين وشيئا ملموس وشيئا واضح. فنرجو سيدة البلاد الأولى، الناس الناشطين هذه تفكر هي بنفسها وتعطي توجيهاتها لما تستطيع توجه، ورئيس الجمهورية بأن يفكروا في المواهب، يسألوا في الدول الجوار وفي العالم كله من هو في السفارات، تعرف من هو الذي يقدم ومن هو الذي لا يقدم. لماذا لا يسألون عن هذا؟ مثلا يسألوا سفارة مصر من هو الشباب الذين لديهم همة وإخلاص، والشعب المصري لهم ثقة فيهم، تقدمونهم في سفارات في سفارة مصر أو في أي مكان. كذلك من هم الشباب الناجحين في 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 في, في السعودية، في أي دولة تانية؟ مثلا الشباب الناجحين الآن في السعودية من عفوا في مثلا بوابة النهضة، مثل الفريق التشادي في الرياضة، شيء يعني شيء ملموس. لماذا لا ندعم هذا الموضوع؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى، ونشكركم جدا على هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج علينا وعلى الأمة التشادية، وأن تكون تشاد يعني جنة في وسط أفريقيا، وأن تكون لها مركزا دوليا، ولها شباب متطوعين مثلنا ومثلكم لتقديم خدمة للوطن والمواطن التشادي البسيط. أستاذ هارون، نريد أن نسلط الضوء كذلك، يعني المشاهدين والمشاهدات العلماء يتساءلون، حدثنا عن تجربتكم في زيارة الأولى لمصر وحبكم لهذه البلاد، ومن ثم الدراسة تعمقتم فيها في الناحية الدراسية وفي الناحية أستطيع أن أقول الاجتماعية، والأنشطة التي قمتم بها كذلك بما يخص الطلاب هناك في مصر. حدثنا عن تجربتكم التي خطموها في مصر العربية يعني باختصار، وما هي أبرز هذه الإنجازات الجميلة؟ جزاك الله خير، وأنت سألت عن عظيم، لأن هذه أم الدنيا أرض الكنانة، والله نحبها بقدر ما نحب تشاد، لأن فيها شعب طيب وفيها ولدينا علاقات معها جيدة جدا. إذا سألت عن تحركاتي في جمهورية مصر، فعلا مصر أنا دخلت إليها يعني على حساب الخاص، ليس على حساب الدولة. ثم التحقت بالأزهر الشريف فأخذت الشهادة الثانوية، ثم تخرجت من كلية الشريعة والقانون من جامعة الأزهر، والآن أنا في مرحلة الماجستير بالنسبة للدراسة. أما بالنسبة لتحركاتي الداخلية، فكنت الحمد لله رب العالمين عندي تحرك مع التحرك طلابي، وخصوصا في الاتحادات الدولية، يعني عندنا اتحاد العام بتاعنا بتاع طلبة التشات، وكنت فيه مستشار لعدة مرات، وكذلك كنت المراقب العام لاتحاد الطلاب الأفارقة بجمهورية مصر العربية،
وهو 44 دولة، فأتاحت لي الفرصة لمعرفة الرجال الكبار زي الوزراء زي غيرهم، وكذلك خلتني أعرف جدا شيخ الأزهر. شيخ الأزهر يعني هو بمثابة رئيس الوزراء عندهم في مصر، فأنا دائما في مكتبه أدخل ليل ونهار معه، فرجل يحبني جدا وأحبه جدا ونسأل الله له التوفيق. فكنت كذلك كنت الأمين العام للعلاقات الخارجية للاتحاد الطلاب الإعلاميين الأفارقة، وحتى الآن في فترة يعني، ولدي يعني مؤسسة اسمها مؤسسة الحلقة لإحياء التراث وتنمية المجتمع التشادي، وهذه المؤسسة في فترات الأيام مثلا أيام رمضان أيام الأضحى نقدم الحمد لله رب العالمين ما نستطيع للطلاب التشاديين ولغير التشاديين لجميع الوافدين في مراكز، فنقسم لهم مثلا شنط رمضان، اللحمة، الحاجات البسيطة التي كل هذه هي يعني تجربة بدأنا بها من شيء بسيط جدا، والناس لا نعرفهم ولا يعرفونا، ولكن مع طول الزمن كنا خلاص يعني في مكان معتمد. غريب يقرب رمضان من الآن خلاص تبدأ الاتصالات، كيف كذلك عيد الأضحى قبله بيومين ثلاثة، فكانت تجربة جميلة جدا وتجربة حمدت الله سبحانه وتعالى عليها، لأن أنا منذ ما قمت أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى بعدما درسنا حفظنا القرآن في البلد وقرأنا الحلقات، فتمنيت أن أكون خريج الأزهر الشريف، ووفقني الله سبحانه وتعالى تخرجت في الأزهر الشريف وبدأت أتعلم من الشارع المصري من الموجهين الناصحين الكبار. فمن خلال هذه المؤسسة الحلقة لإحياء التراث وتنمية المجتمع التشادي يعني قدمت العديد، ثم النشاط الثاني إلى ما ذكرناه الآن جاء المجلس ووجدني يعني في أرض خصبة، يعني أنا وجدني المسجد عندنا سنتين، أنا كنت أشتغل لي 7 سنين، وجميع السفراء الذين مروا بيعرفوا ماذا أنا ماذا أفعل، وسفارة لديها خبر ماذا أفعل أنا وما أنا، فالأمور تراكمت حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. والآن الحمد لله رب العالمين مفوض المجلس العالي للشؤون الإسلامية بجمهورية التشاد لدى جمهورية مصر العربية، ولدي مركز قانوني ولدي مكانتي يعني في السفارة التشادية، وبحاول بس بحاول أخدم شوية شوية وأقدم. ولذلك أنصح كل إنسان وخصوصا الطالب التشادي وخصوصا الإنسان التشادي، ما في شيء مستحيل. هذه التجربة لوحدها يعني دراسة، نحن جئنا من لا شيء، والآن الحمد لله رب العالمين لدينا مركز على الأقل نقدر نتكلم فيه ونقدر نقابل به ونقدر نجيب به ونقدر نعمل في حاجة. فلذلك لا تستسلم، ما أقوله لكم لا تستسلم ولا تنتظروها من غيركم، انتظروها، اشتغلوا، انطلقوا، توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالكم، والله سبحانه وتعالى يجازيكم في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك حاولوا سمعوا أصواتكم للمسؤولين الكبار، حتى الآن لم يسمعوا أسماءنا، رئيس الجمهورية لم يسمع اسمنا أبدا، ولا اسمكم ولا اسم المناضلين الطلاب التشاديين، بل فقط يعرفون من هو المعارض. أنت لماذا تفكر عن المرض فقط؟ فكر في الدواء. أنت لديك شباب معارضون موجودين فعلا، هم وجهة نظرهم أنهم معارضون ضد النظام، لأن النظام بيشوفوا ما، ولكن أنت وجدت واحد ليس معهم ولا مع هو مع الإنسان ومع الوطن، فلماذا لا نفكر عن هذا؟ نحن نفكر فقط عن المرض ولا نفكر عن الدواء. أنت لو جهزت الشباب اللي هم متطوعين وغير عندهم نوع من التعارض وهم مفكرين في الإنسان التشادي وعايزين يقدموا، جمعتهم كسر، هم بيكونوا بينك وبين المعارض، يحاول يقنع المعارض كله يتجه إلى مصلحة الوطن والمواطن. نحن في بلد تريد الاستقرار، بلد عانت حروب كثيرة، بلد كانت المتشددين استهدفوها كثيرا كبوكو حرام وغيرهم، بلد كانت حاربت في دول الجوار. يعني نحن لازم نستقر، نحن لازم نرتاح، لازم نقدم لوطننا، لازم نعلم أبناءنا حب الوطن. حب الوطن شيء جميل جدا، ده خير مثال من التجربة التي عشتها في مصر. المصري تعمل لكل حاجة وإنت بتعطيه أو تتعامل ما بتعامل معك، قل له تتكلم عن مصر حتى لو تعطي الدنيا كلها يقول لك لا خلاص، يعني خط أحمر، ده حب الوطن. دلوقتي نحن ثلاثة كل واحد مثلا بيقول ما عنده حب الوطن للتشاد، اللي جاء دخل السعودية هيتعلم اللهجة السعودية دلحين وسألت يقول لك في الشارع أنا سعودي، اللي دخل ليبيا هيقول لك أنا باهي، كان سألت في الشارع أنت أخو تشادي يقول السلام عليك أنا تشادي، يقول لك باهي شين تبي أنا معناته يعني أنا ما تشادي، يعني يقول لك أنا مش تشادي. نحن لازم يكون لنا أساسيات، لازم يكون لنا يعني مصير، لازم يكون لنا، وهذا ما يعني احتضرته يعني. أستاذ هارون، من باب من لا يشكر الله لا يشكر الناس، يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني نحن وجدنا دعم فعلا يعني معنوي كبير جدا من الإعلامي القدير
علي فاضل عبر برنامج قضية للحوار، حتى يعني في نهاية البرنامج يذكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات بأن يتابعوا البرنامج عبر بوابة النهضة للأمة الشادية. فنقدم له الشكر والعرفان الأستاذ علي فاضل، يعني صراحة له يعني وقع خاص في القلب، يعني نشكره من أعماق القلب. وأتوقع أنه لديكم لعله يعني علاقة مع الأخ علي فاضل، سواء هل تعلمون عنه شيء مثلا تحدثنا عنه؟ يا سألت عن عظيم علي فاضل، أعرفه منذ وكنا في الدراسة. علي فاضل كان لديه إنجازاته في مصر قبل أن يكون في تشاد، كان رئيس الاتحاد العام للطلاب الأفارقة، وكان خريجا من المتميزين، وكذلك اشتغل في القنوات المصرية منها الرسالة ومنها غير القنوات العظمى التي معروفة لديكم. علي فاضل من يعرف قيمته مثلنا، علي فاضل يعني الوزير قليل عليه، يعني أول إنسان وطني وإنساني وإنسان خلوق وإنسان أمين، وكذلك إنسان متقن، أي مكان يدخل فيه علي فاضل يشرفك يعني. فلذلك نحن لماذا لا نهتم بهذا الإعلام الكبير؟ وكذلك لا ننسى كثير عندنا إعلاميين موجودين، الإعلام الشادي موجودين، ناس كثيرين، ناس بارعين، وخصوصا الخريجين من برا. تذكر بسبيل المثال مثلا الأخ السميع حسن الحلو، يا سلام، المدير البث العربي هذا، وكذلك كثير من الناس اللي قدمونا، عبد الرسول مصطفى، تجاني مصطفى، غيرهم. أنا ده هذه الأسماء اللي استحضرتها من الإعلاميين، وخصوصا في المجال. أنا احتكاكي كثير مع الإعلاميين العربفون، فالإخوة الفرنكفون يعني نريد التواصل، ما عرفنا نتواصل يعني كل بشيف. فعلي فاضل له مكانته، وعلي فاضل يعني هو كذلك يقدم لك الشكر دائما، يذكرك في صفحته الرسمية، يذكرك بعد برنامجه العظيم. وهذا البرنامج لا أظن، لا أتوقع أن برنامج مثله. فنحن نريد نعمل شيء، أما عن طريق البوابة أن يكتب ما هو أفضل برنامج للاستفتاء في تلفزيون كاف، ونحن بعد ما هم يقاموا نحن نقدم التكريم، نحن وأنتم نتساعد مع بعض نقدم شهادة تكريم ودرع للبرنامج أو مقدم البرنامج. ومن هنا نطلب من وزارة الإعلام بأن تفكر في هذا الموضوع، في تنمية الشباب الماهرين، تقديم الآخرين ليقدم للوطن العزيز. نحن خلاص زمن التغطية، زمن التمثيل، زمن كل الحاجات نحن خلاص يعني تجاوزناها، ونريد الكفاءات، الرجل المناسب في المكان المناسب. فحقا علي فاضل هو رجل عزيز وقالي علينا، ورجل له مكانته، ونتمنى أن تكون الدولة نفسها تعرف هذه المكانة قبل أن نتحدث نحن. أستاذ هارون، لعلك قرأت فكرتنا يعني قبل ما نصدر الستار عنه. يعني نحن في الحقيقة في بوابة النهضة عملنا فعلا شهادة شكر وتقدير للأستاذ علي، وإن شاء الله سوف تصله يعني يصله عبرك، وكذلك درع تكريمي لكم إن شاء الله سيسلمه. والآن أطلب من الأستاذ عبد الباسط أنجا أن يتقدم بالدرع ليسلمك هذا الدرع، ونقرأ ما كتبناه في الدرع يعني للإخوة المشاهدين. شهادة الشكر والتقدير، تتقدم إدارة بوابة النهضة للأمة التشادية بالشكر والتقدير للأستاذ هارون جنية أبو تيس، مفوض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التشادية بجمهورية مصر العربية، على جهوده المبذولة لخدمة الوطن والمواطنين، وعلى زيارته الميمونة إلى إدارة بوابة النهضة للأمة التشادية بجدة، متمنين له دوام الصحة والعافية. المملكة العربية السعودية جدة، تاريخ 3/5/2017 هجري. هذه هدية متواضعة مقدمة إلى الأستاذ هارون، يعني معلش يعني هذا حاجة بسيطة جدا، فنقدمها لك كذكرى إن شاء الله لما تروح مصر أو تكون في البلد تذكرنا إن شاء الله. تعودنا منكم يعني هذا، تعودنا منكم دائما العطاء للشعب التشادي، والله هذا ما كنت أتوقعه، وما كان قدم لي لما ذهبت إلى بلدي بصورة خاصة. يعني صراحة قمت بالعديد، ولكن هذه الورقة أو هذا الدرع له شأن عظيم عندي، فأشكركم جدا، أتمنى أن يقدم لكل من يراد لمصلحة الوطن، ولكم الشكر. لعل مديرة البوابة كذلك لديه كلمة ممكن يعني موجزة عن زيارة الأستاذ هارون جنية لدينا. أهلا وسهلا أستاذ هارون، بارك الله فيك. وأصلا من شدة الفرح ومن شدة
يعني الهماس الكلمات طارت يعني ما قادر اقول شنو يعني. انت اول زائر الله، اول يعني من المتابعين واول مواطن تشادي يجي يزورنا رسميا، ومن بلد ثاني من غير السعوديه ومن غير تشادي، يجينا من جاليه ثانيه ويجي يزورنا، هذا اول واحد يعني. انت اولهم، ونحن نشكرك كثير الشكر، وإن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا إن شاء الله، وعرفنا فضلك يعني. أنت ما شاء الله خدمت كثير للوطن وتطوعت كثير وعملت المستحيل من طالب إلى أعمال خيرية، يعني ده شيء يعني إنجاز كبير يعني أنت سويته من مصر، يعني بين مصر وتشاد، ونحن كمان ده نفس هدفنا يعني. نبغى يعني نقدم الكثير للوطن من الخارج، يعني احنا قاعدين في الخارج نبغى نفيد الوطن بما نملك وبالامكانيات اللي نملكها، ونفيد الوطن بخبراتنا وبكل شيء. فنشكرك كثير، وكمان ما ننسى الاستاذ علي فاضل، الله انت الله بينك وبينه يعني صحبه، وانت تعرف علي فاضل له الفضل يعني هو يعني ممنون علينا يعني علي فاضل، فنحن نشكره كثير وما قصر معنا يعني. هو من وعلي فاضل بالمناسبه هو من اول الداعمين لبوابه النهضه من البدايه، اول ما بدانا بوابه النهضه اول واحد قاعد يشجعنا علي فاضل، ولغايه اليوم، وكل مره بيزيد تشجيعه لنا، فنحن نشكره وجزاه الله خير باسم اداره البوابه كلها. يعني نشكركم، ونتمنى ان شاء الله يكون بيننا التواصل اكثر، يكون بيننا المحبه، وننفع البلد ان شاء الله. جزاك الله خير، تسلم، الله يبارك فيك. نأتي في ختام حلقتنا هذه الليلة، ونحن سعيدون جدا لزيارة الميمونة التي قام بها مفوض المجلس الإسلامي لدى لجمهورية تشاد لدى مصر العربية الأستاذ هارون جنية بوتيس. نقول له شكرا لكم على هذه الزيارة الميمونة المباركة، شكرا لك من أعماق القلب، هكذا تكون الوطنية، وهكذا يكون الشخص المسؤول، وكذلك عندما تكون تتدرج في وتعاني معاناة الغربة، وتعاني عندما تدخل دولة كطالب ومن ثم تجتهد ومن ثم تتخرج ومن ثم تكون مسؤول ومن ثم تكون مفوض وتقدم يعني الدعم لوطنك، عندها تعلم أن العطاء له قيمة، عندها فقط ستعلم أن ما تقدمه لوطنك ولأبناء جلدتك ولأبناء وطنك هو فقط الذي يستطيع الناس من خلال الاستفادة منه. شكرا لكم أيها المشاهدين والمشاهدات، شكرا للأستاذ هارون، بارك الله فيكم. طبعا نتقدم بالشكر الجزير لله سبحانه وتعالى أولا، ثم للإخوة في بوابة النهضة للأمة التشادية. نشكرك شكر خاص مصور حلقة هذه الليلة الأستاذ، ومصورنا دوما خلف الكواليس الأستاذ محمد مصطفى منجستو، شكرا لك من الأعماق. كذلك نقدم الشكر للأخوات اللي بيدعمونا من خلف الكواليس ومن خلف الشاشات، الأستاذ أمينة قاري أبا، والأستاذ أمينة العقيد، والأستاذ حورية حواء، شكرا لكم. نتمنى لكم أوقات سعيدة، ابقوا معنا في بوابة النهضة، فلدينا المزيد والمزيد. دمتم في حفظ الله ورعايته.